أهلا مشاهدينا، نواصل صباحاتنا الندية في الساعة الثانية والمقابلة الثانية. حنتكلم قبل ما زميلة أمل تسلمني من الأخبار، كنا نتكلم عن العمل الجماعي وقدر كيف هو مهم في ظل توقيت احنا بنعيشه الآن يعني، وأيضا العمل التطوعي والعمل المجتمعي يعني هو واحد من الأشياء المهمة جدا وحجم الإخراط فيه هو رمز من رموز تقدم الأمم. كل ما كان المجتمع واعي كل ما كان الإنخراط في المشاريع المجتمعية كبيرة. سعداء نرحب صباحا بالباش مهندس عبد العزيز الجنيد محمد علي، هو مؤسس لجمعية تطوير منطقة العزازي. أهلا وسهلا، صباح الخير. ألف مرحب وألف شكر على الاستضافة. شكري باسمي واسم كل مواطني منطقة العزازي، وآمل أن بدي ما يفيد إن شاء الله لكم ولسكان المنطقة إن شاء الله. ليك التحية. جميل إنه ما فقط الاهتمام بالتنمية يكون في مركز معين لواحدة من أبناء المنطقة إنه يقدموا دعمهم لمنطقتهم، إنما الدعم ده يتقدم لمناطق أخرى مجاورة. لكن في البداية كده ندي لمحة لكل السادة المشاهدين من منطقة العزازي. منطقة العزازي هي منطقة تقع في غرب الجزيرة، غرب المناقل، وتتبع لمحلية 24 قرشي. المنطقة تحوي مجموعة من القرى، قرابة 40 قرية تقريبا، وأكثر من 50 سكن اضطراري، وإضافة لبعض الأقسام والمكاتب التابعة لمشروع الجزيرة. طيب جميل، أنت مؤسس لجمعية تطوير منطقة العزازي؟ لا، أنا جزء من مجموعة، وجزء حقيقة. أنا قبل ما أتكلم عن الجمعية أتمنى تسمح لي يعني. تفضل باشمهندس. أتكلم عن الهيئة الشعبية لتنمية منطقة العزازي. والهيئة الشعبية هي الجسم الكبير اللي هو بيحوي عدد كبير من المشاريع، والجمعية التعاونية هي واحد من روافد الهيئة الشعبية لتنمية منطقة العزازي. فالهيئة الشعبية اجتمع عليها نفر كريم من أبناء المنطقة قبل سنتين تقريبا أو أزيد شوية، وتم تأسيس الهيئة الشعبية كواحد من جمعيات أو المجتمع المدني المعروفة، حتى أنها تنهض بالمنطقة وتقدم الدراسات للمشاريع المحتاجة لها المنطقة. وآن الأوان في الفترة دي نحن نقدم الجمعية التعاونية دي واحدة من الأفكار اللي قامت بها الهيئة الشعبية لتنمية منطقة العزازي. 200 هي تم إنشاء الجمعية يعني قريبة. الجمعية الفكرة حقيقة هي من أكثر من سنة، وهي ما داير نقول فكرة اضطرارية، لكن أصلا فكرة مخطط لها يعني. لكن الجمعية الهيئة الشعبية لحظة إنشائها، نحن طبعا نحب برضو أعرف يعني أنه نحن العزازي حتى اللحظة ما مربوطة بالشبكة بتاعت الطرق السودان يعني، مع أنها مدينة عامرة يعني، والمنطقة يعني فيها قرابة 300 ألف نسمة. منطقة العزازي وقراها يعني بيحلولين نسميها العزازي الكبرى يعني. ف 300 ألف نسمة ما مربوطين بأي شبكة بتاعت الطرق، فألينا على نفسنا أنه يعني ننشئ طريق كويس ونطالب بطريق. فعلا تم التصديق للطريق وطرح في عطاء وبدأ التنفيذ فيه، وإن كان تعسر في الفترة الأخيرة شوية تقديرا للظرف الحالي الموجود فيه موجودة فيه البلد يعني. و يعني نحن عشان نكمل أو يعني نساعد أو ندفع الشركة أو المقاول، كنا محتاجين أنه نعمل مكون محلي، وفعلا أنشأنا مكون محلي للقيام ببعض الأشياء الما موجودة في عقد الشركة. تقصد بشنو المكون المحلي؟ المكون المحلي مال مجموع من المنطقة من المواطن من المنطقة عشان يدعم الفكرة بتاعت الشارع، يكمل مشروع الشارع. الشارع بتستصحبه بعض الأشياء، وفي بعض الأشياء يفترض يعني مثلا عندنا بعض الإزالات في الشوارع، جمعنا مال من المواطنين عشان يغطي التكلفة دي، في بعض التحويل لبعض القنوات والمصارف يجب أن يكون في تحويل لأعمدة بتاعت كهرباء طويلة جدا كويس، وأشياء زي دي. فنحن كان عندنا مكون محلي سمينا المكون المحلي كويس، جمع من المواطنين. فالفكرة كانت موجودة، فكرة الجمعية، لكن فرضت علينا في الوقت الحالي اللي عشان نكمل الشارع لا بد من إنشاء جمعية تعاونية
وتبدأ من نهايات الجمعيات التعاونية. يعني دائما الأفكار في الجمعيات التعاونية بتبدأ بالخدمات البسيطة للمواطن وبتنتقل مرحلة بعد مرحلة للمشاريع الكبيرة. فنحن حقيقة يعني قبول للتحدي العايشينه بدينا الجمعية التعاونية دي حنبدأ بوحدة ترابية إن شاء الله عشان تكون نواة لشركة بتاعت كونستركشن تفيد المنطقة ككل. طيب أنتوا الأولوية الآن اللي أنتوا تضعوها قدامكم اللي هو الزلط يعني إذا كان المسمى يعني نحن الأولوية كأولوية وبعد ذلك تجي المشاريع الثانية. أنا زي ما قلت لك نحن ما دايما نقول بدينا من غلط يعني لكن بدينا من تحدي أكبر اللي هو دائما عشان تعمل شركة كونستركشن دي دائما تكون في نهايات المشاريع التعاونية. صحيح. دائما شركة كبيرة يعني. فنحن حقيقة لأنه يعني أمام تحدي كبير جدا لأنه الزلط ده بالنسبة لنا يعني حياة ولا موت هو شريان حقيقي للمنطقة. وأنا ما داير أتحدث عن أهميته في برنامج ضيق ده داير برنامج لوحده يعني. فنحن آخر مدينة في السودان يصل الزلط يعني. كل أسف يعني. وشيء مؤسف جدا باش مهندس يعني ما فقط في ولايه الجزيره ومنطقه العزازي يعني كثير من المناطق محتاجه لتنميه ابسط الامكانيات المفروض توفر لها للعيش الكريم المويه والكهرباء يعني خلاف انه الطرق اللي بتربط كل القرى مع بعض يعني. انا اسف لمقاطعتك باش مهندس. الجمعيه دي بتضم منه يعني منطقه العزازي في مناطق مجاوره مختلفه بتنضم تحت لواء يعني. فالداعمين داخل الجمعية هل من أبناء المنطقة نفسهم ولا بالإجماع لكل القرى اللي حولكم يعني؟ أنا قبل أن ذكرت نحن بيحلوا لي أنا نسمي منطقتنا دي العزاز الكبرى بدون مسميات اللي هي القرى. مدينة العزاز بلس 40 قرية و 56 كبر اللي هي سكن اضطراري معروف سكن اضطراري في الجزيرة يعني قصة دي أفتكر بأنها معروف في السودان يعني. فكل المجموعة دي يعني حقيقة يعني خشت في تحدي أنه لا بد من أنه ننهض بالمنطقة ننهض بالمنطقة بالتأكيد عشان نحرك واحد من الثالوث المثلث المعروف يعني الحكومة زائد القطاع الخاص والمجتمع المدني. فالهيئة الشعبية هي واحدة من روافد المجتمع المدني المطلوب منها تنهض بمنطقتها من خلال مساهمة المواطن ومجهوده وأفكاره. فالجمعية التعاونية دي تشمل كل الناس ومفتوحة لكل الناس. طيب. يعني مش هي ما مؤسسة مكفول على المؤسسين فقط. في ناس اصحاب فكره كويس في ناس قدموا الدراسه عبر الهيئه الشعبيه لكن مفتوحه للجميع الناس كلهم يساهموا فيها. وهي بالتاكيد جمعيه تعاونيه تخضع لقانون التعاون والربح المعروف في قانون التعاون لكن برضو تستحضر مع تنميه الانسان وبعد ذلك المساهمه في المشاريع الموجوده في المنطقه. طيب جميل باشمهندس والله انا فخور جدا انه تكون في مبادرات مجتمعيه من ابناء المنطقه لانه بنتكلم كثير انه مواعين الدوله ما بتسع انه تنفذ كثير جدا من المشاريع. هو ده تقصير فعلا لكن بالمقابل الناس ما تكتف يدينه يعني ودعايه للدعم البيجي يعني في النقطه دي بالذات يعني المنطقه يعني التعداد بتاعها كبير فكيف بتقدروا تحصروا الداعمين انفسهم يعني ممكن يقدموا الخدمه داخل الهيئه والجمعيه؟ نحن في الجمعيه التعاونيه ما بننتظر الداعمين. نحن عايزين نكمل الضلع الثالث للدعم التنموي في المنطقه. يعني انت تعلم علم اليقين اي منظمه اعتبر اسمها يعني منظمه انترناشونال ولا هيئه خيريه ولا مؤسسه او جمعيه تعاونيه او جمعيه كل شيء لابد من انه الانسان يساهم بجزء من ماله. يعني حتى منظمات الامم المتحده يعني اليونيسيف مثلا هي برنامج معروف تاع امم الطفوله. نحن كسودان مساهمين في برنامج اليونيسيف صح بيجينا دعومات من اليونيسيف لكن نحن دافعين كحكومه جزء من المال اللي بيجي السودان قل او كثر ده موضوع ثاني. لكن اي جمعيه حتى الجمعيات الخيريه يكون في ناس داعمين وناس منفذين موظف بياخذ اجر قصاد مجهوده وجهه داعمه. فهي جمعيه تعاونيه واحده من المجتمعات واحده من جمعيات المجتمع المدني المعروفه وهي زي ما قلت لك واحده من روافد الهيئه الشعبيه. هي جمعيه تخضع على قانون التعاون تربح وتخسر لكن لا بد من انه نسبه معينه النسبه المعينه دي تمشي للتنميه في المنطقه تنميه الانسان كويس حتى نصل للتنميه للسودان المعروفه. يعني التنميه للسودان طبعا معروف تقوم على ثلاثه مراكز اساسيه اللي هي الانسان والاقتصاد ولا البيئه يعني. باشمهندس عبد العزيز لو جينا انت يعني تكلمت عن محور مهم وهو شريان رئيسي للمنطقه يعني الزلط تم اقتداره ولا لسه يعني؟ الزلط يعني بدأ العمل تقريبا في شهر 10 السنة الماضية أو قبل شهر 10 شوية خريف وبعد ذاك توقف حاليا
لأنه التمويل شوية فيه مشكلة، وتعلم أنت طبعا الظروف الحاصلة. نحن طبعا مال الدولة حقيقي يعني دائما نحن في منطقتنا يعني نحن مكتوب علينا أن نصبر على كل الشيء الحاصل في السودان وتفاصيله، يعني ما عدم معرفة لكن تقدير للشيء الحاصل، وبنقدر بأنه متى ما كانت الأولوية إلينا بنقدم أوراقنا يا أخواننا، الأولوية جاتنا كويس. فنحن حاليا شارعنا ده بنعتبر أولوية في السودان، نقدر الشيء الحاصل، لكن متى ما فتحت كويس فرص التمويل إن شاء الله نحن في الصف. الوحدة الترابية دي هي حقيقة يعني المطلوب منها أنها تعمل كسب كونتراكتر للشركة دي. صحيح. ومطلوب بعد ذاك هي تنمو مع الزمن حتى أنها تكون وحدة بتاع طرق متكاملة، بتاع كونستراكشن، بتاع إنشاءات كاملة، عشان تربط في البداية القرى أو الأحياء بتاعت العزادي. القرى بتاعت العزادي تتفاوت من 4 كيلو ل 12 كيلو، نحن عاوزين كلها نربطها بطريق حتى يعني نحقق الفكرة بتاعت العزادي الكبرى. أنت جاوبت المحور اللي أنا عايز أسألك فيه يعني، لكن بس المهندسين بتاعنا المشاريع دي دائما بعد الردميات بتاعت التراب بيكون في التراب الأحمر دي يعني بيقولوا ممر لحد ما يجي السفلت، فهل هو واصل يعني مردوم يعني واصل لكل شرايين المنطقة؟ لا ما واصل، عشان يقدر يسهل العملية. ما واصل. نحن يعني أتمنى أنك كنت تزور المنطقة قبل الحوار يعني. إن شاء الله. يعني إحنا حقيقة منطقتنا صعبة جدا، يعني منطقة في الخريف تتقطع تماما، ما في أي ردميات، حتى الشارع على 60 كيلو ده الأساسي ده يعني ما أنجز منه لا تجاوز 2-3% من الردمية الأساسية. طبعاً في الردمية الأولى البيز والصب بيز حتى بعد ذاك الأسفلت. نحن من الردمية الأولى حقيقة ما أنجزنا فيها أكثر من 3%. متوقف التمويل للظرف المعروف يعني. فنحن يعني بإصرارنا على الشارع زي ما قلت لك بدينا من نهايات الجمعيات التعاونية، عملنا الوحدة الترابية عشان نعمل الردمية الأولى. تكون أرضية. نعمل الردمية الأولى باتفاق معين فيه يعني أجر متفق عليه، ولكن بتسهيلات أكثر من السب كونتراكس المعروفين في السوق. يعني أي شركة بتاع الطرق بالتأكيد في مراحل بتحتاج لسب كونتراكترز أو برايفت أو ناس من السوق المحلي. نحن دارنا نقدم نفسنا في البداية كسب كونتراكتر مريح للشركة دي عشان نحقق لها أقراضها وحاجاتها والتزاماتها، وعشان نفي نحن اتجاه مواطننا بالشيء اللي قدم له نفسنا. باش ما نزح بضلين دقيقتين قبل ما نختم معاك، أبناء المنطقة نفسهم يعني المهمين هم كلهم تأكيد بتكاتفوا، يعني اللي عندهم اختصاص بالجانب الهندسي قدر كيف برضو ممكن يدعموا الهيئة ويدعموا المشروع؟ نحن في الهيئة الشعبية عندنا مختلفة تخصصات. الطريق ده عنده 3 لجان مختلفة، وأنا في اللجنة الفنية للطريق بالمناسبة، أنا رئيس اللجنة الفنية للطريق. كويس؟ كل الموجودين فيها مهندسين أكفاء. يا سلام. على درجة عالية من الكفاءة. يا سلام. المنطقة تسخر بخبرات كبيرة جدا. كويس؟ وفي كل المجالات في كل الاتجاهات. أنت بديت حديثك بالموية والكهرباء ده موضوع ثاني طويل. صح. موضوع ثاني كبير. إن شاء الله نواصل فيه وفي حلقات تالية. لكن نحن حقيقة في بدايات مشروعنا حتى اللحظة الجمعية العمومية ما عقدت، نحن من خلال منبركم ومن خلال قناتكم دي نحن يعني بنقدم طلب لكل أبناء المنطقة بالذات في المهجر أنه يساعدوا ويساهموا في الجمعية التعاونية، لأنه هي النواة بتاعة النهضة حقيقية للمشروع كله. ولا مقدر جدا باشمهندس عبد العزيز الجنيد محمد علي من مؤسسي جمعية تطوير منطقة العزاز والهيئة اللي ذكرتها أنت، وإن شاء الله ده ما جهدي فقط إيجيف لأنه مشروع كبير وممكن نشجع به كثير جدا من المشاهدين اللي عندهم كثير من المشاريع. كتر خيرك، شكرا جزيلا. شكرا.